هبدأ معاك أستاذ محمد عن أهم سؤال كلنا بنسأله في شهر رمضان، كيف يكتمل صيام المسلمين في هذا الشهر المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أنا بشكر حضرتك وبشكر القناة وبشكر السادة العاملين عليها. بالنسبة للصوم، الصوم ثلاث درجات: أولا صوم العموم، ثانيا صوم الخصوص، ثالثا صوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وصوم الخصوص هو كف السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن الآثام. مثل هذا الصائم، قال ابن رجب، مثل هذا الصائم ليس عيده أول يوم من شهوال، ولكن عيده يوم لقاء ربه وفرحته برؤيته. الأمر الثالث وهو صوم القلب عن الأمور الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل. من صام اليوم عن شهوته أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله عز وجل كان عيده يوم لقاء ربه. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فيا معشر الصائمين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم لقائه، فلا يطولن عليكم الأمل باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصوم قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. أحبتي في الله، إن تمام الصوم وكماله لا يتم ولا يكتمل إلا بعدة أمور: أولا غض البصر، غض البصر وعدم الاتساع بالنظر فيما يغضب الله. ثانيا حفظ اللسان، حفظ اللسان عن فضول الكلام والخوض في الباطل والجدل والخصومة والكذب والنميمة والفحش والسب وبزاءة اللسان والسخرية والاستهزاء، وشغله بذكر الله وإلزامه السكوت والصمت، وشغله بذكر الله وتلاوة القرآن، فهذا هو صوم اللسان. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمر آخر هو كف السمع عن الإصغاء لكل محرم ومكروه، فما حرم قوله حرم سمعه، ولذلك سوى الله عز وجل المستمع بآكل السحت، فقال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. فيا من أتركت آذانك لسماع ما يغضب الله، اتق الله في نفسك واتق الله في صومك، فليس هذا صوم الصوم الصالحين. أمر آخر كف باقي الجوارح عن الآثام، كف الأيدي والأقدام عن المكاره، كف البطن وكف البطن عن الشيهات وقت الإفطار، التحري للطعام الحلال. الحرام سم مهلك للدين، والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره، وقصد الصوم تقليله. إذن لا تفرط في الطعام وقت الإفطار. أمرا آخر أخير، أن يكون الصائم قلبه معلقا بعد الإفطار ما بين الخوف والرجاء، إذ ليس يدري أيقبل صيامه أم يرد إليه، ولكن بأمر الله صوما مقبولا وذنبا مغفورا. ولا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا هو تمام الصوم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. شكرا لك أستاذ محمد على بعض الإرشادات الرائعة اللي بتقدمها للمشاهدين.